بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا عند قول شيخنا رحمه الله في شرح الشذور الذهب النوع الثالث عشر. النوع الثالث عشر اسمه إن وأخواتها. إن زيدا فاضل، فاسم إن يكون منصوبا لأن إن تعمل عكس كان، فكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. يقول إن زيدا فاضل، يبقى إن حرف ناسخ، إن حرف ناسخ، إن زيدا فاضل، اسم إن منصوبة، وده النوع الثالث عشر. يعني لعل عمرا قادم، ليت بكرا حاضر، يبقى أتى بإن وأتى بإمثال لعل وأتى بليت. ثم قلت وإن قرنت بماء المزيدة ألغيت وجوبا إلا ليت فجوازا. إذا قرنت بماء المزيدة اللي هي ماء الزائدة، سمعني يا بنتي؟ شوف، إنما الله إله واحد، إن حرف ناسخ، عندما دخلت عليها ماء ألغتها عن العمل، ودي اسمها ماء إيه؟ الزائدة. ماء إيه دي؟ ماء الزائدة تكون حرف، بعكس ماء الموصولة وماء المصدرية. يعني ماء الموصولة اسم، إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر، فاهمة؟ إن الذي صنعوه كيد ساحر. يبقى إنما الله إله واحد، يبقى إن حرف ناسخ ما كفف عن العمل. الله لفظ جلالة مبتدأ، خلاص، دي سموها ماء الزائدة، تدخل علينا تكف عن العمل، يسموها كافة ومكفوفة، يعني ما كافة وإن مكفوفة عن العمل، خلاص. كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إيه؟ أيوة، شوف إيه الفرق بين الآية الأولى والثانية. الآية الأولى ثلاثها جملة اسمية، الله إله واحد. الآية الثانية ثلاثها جملة فعلية، وده دليل قاطع على إن أهملت، إن عندما تهمل تبقى صالحة الدخول على الفعل، لكن لأن إن مختصة بالدخول على الأسماء، صح ولا لا؟ فالدليل على إنها ألغيت دخولها على الفعل، لأن إن لو لم تلغى لا يجوز أن تدخل على الفعل، لا تقول مثلا إن ذاكر محمد، لا يجوز يعني. وقول الشاعر لعلما أضاءت لك النار، لعلما أضاءت لك النار، شوف لعلما أضاءت، الدليل على إن لعل هنا، أو الآية الثانية اللي قلبوا ليه؟ الآية واجه الاستشهاد بهما، أنه لولا إلغاؤهما لما صح دخولهما على الجملة الفعلية، ولا كان دخولهما على المبتدأ والخبر واجبا. واضح كده؟ يبقى الشاهد يا شيخ عبد المنعم في قول الله سبحانه وكأنما يساقون الموت، ولعلما أضاءت، الوجه الاستشهاد في الآية وفي البيت بيقول الدليل على إلغائهما صح دخولهما على الجملة الفعلية. واحترزت بالمزيد من الموصولة كقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم، شوف اسمعي، أنما نمدهم يعني أن الذي نمدهم، بدليل عود الضمير من به إليها، من به إليها إلى مين؟ إلى مين يا بنت؟ إلى ما؟ أنما نمدهم به الهاء دي عايد على ما، والضمير لا يعود إلا على الأسماء، خلاص؟ الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. طيب واحترزت من المصدرية، يبقى هو قال الماء المزيدة احترز بها عن ماء المصدرية، لأن ماء المصدرية حرف لكنها ليست زائدة، فاهمة يا بنتي؟ يعني ماء الموصولة اسم، وماء المصدرية حرف لكنها ليست بمزيدة، صح؟ شوف اسم، أعجبني أنما قمت، يعني أعجبني قيامك، يبقى أن وما، يبقى ما مع قمت يعني أعجبني قيامك، واضحة كده؟ صح؟ صح ولا لا؟
يعني أعجبني قيامكم وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، يقول يحتملهما، يعني إنما ماذي تحتمل الموصولة إن الذي صنعوه كيد ساحر، وتحتمل المصدرية يعني إن صنيعهم كيد ساحر. أنت فاهم حاجة؟ يعني بص حد يعني ممكن لما أقول أعجبني ما صنعتي، ما تحتمل المصدرية أو الموصولة، يعني أعجبني الذي صنعتي أو صنوعك، فاهمة؟ يعتمد الأمرين يعني. طيب ها؟ لا، ما هو أن يا شيخنا، أن اسمعنا يا شيخنا، أن تؤول مع اسمه خبر المصدر. هو بيقول لك إيه؟ بص إنما صنعوه، إحنا يعني إن الذي صنعوه أصبحت ما اسم إن، وجل صنعوه دي صلة الموصول، وكيد ساحر ذا الخبر، يعني إن الذي صنعوه كيد، صح كده؟ أو كانت مصدرية. طيب ليه ما قلناش ماديا حرفية زائدة وكفت إن على العمل؟ هل ما قلنا لو كفت إن على العمل خلاص ما الخبر جه مرفوع؟ يعني إن الذي لو إنما صنعوا مش كده؟ كيدوا ساحر، كيدوا ما كانت مرفوعة إن دي الخبر، سمعني ولا لا؟ دي إيه؟ الخبر. نعم؟ ما هو عشان مرفوع هو ده خبر إن. يعني شوف، حاضر. اسمع كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما صانعوا كيد ساحر. إن حرف ناسخ، ما اسم موصول بمعنى الذي، ده اسم ما، اسم إن. صنعوا أي صنعوه، لأن صلة الموصول لابد له من عائد يعود على اسم الموصول، بس العائد هنا محذوف. دايما العائد اللي يبقى منصوب يحذف كثيرا. والله خبر بما تعملون، يعني تعملونه. دايما العائد المنصوب يحذف كثيرا. عائد صلة الموصول، مش العائد ده اللي هو العائد على اسم الموصول، لما يكون يعني مفعول به يحذف كثيرا. هتجد آيات كثيرة، والله خبير بما تعملون، يعني تعملونه. فاهمة؟ أيوة. واو الجماعة دي فاعل. الجملة دي اسمها صلة الموصول. طيب كيدوا خبر مين؟ خبر إلنا. يبقى ليها اسم، لأن هي تنصب الاسم وترفع الإيه؟ الخبر. مش إحنا قلنا النوع الثالث عشر اسم إلنا؟ ممكن ما هنا نعتبرها مصدرية. تعتبر إيه يا بنتي؟ مصدرية. يبقى أجيب ما مع صنع وأخليها صلة، أصلي أسم، يعني مش اسم موصول، لا، ما مصدر، تؤول مع الفعل بمصدر، يعني إن صنيعهم كيدوا. يبقى برضو كيدة في الحالتين مرفوعة خبر. إذا جعلت ما اسم موصول يبقى كيدوا. طيب ما مع صنع خلاص؟ يبقى إن صنيعهم كيد ساحر. أصل واضح يا شيخ؟ طيب، قال النابغة: قالت ألا ليتم هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. ألا ليتم هذا الحمام. طبعا كلمة الحمام مشكلة عندك في الكتاب، مرة بالنصب ومرة بالضم، علشان يقول لك يعني يجوز إلغاها وجوز عملها. يقول مثلا، اسمع كده، ليتما الشباب يعود، او ليتما الشباب، يجوز الايه؟ الامران. ايوه يجوز الامران. ليه؟ ده قال خاص بليت بس. يعني جواز الاعمال والاهمال خاص بليت. لاما الاعمال لانهم ابقوا لها الاختصاص بالجمله الاسميه. ابقوا لها ايه؟ يعني لا يجوز ان تدخل على الجمله الفعليه. الا ليتما، شوف، الا ليتما الشباب شباب، يعني تدخل على جملة اسمية. ما ينفعش أقول ألا ليتما يزورنا محمد مثلا. اسمعيني. ألا ليتما يعود الشباب. يعني طالما دخلت عليها ما، لابد أن تدخل على الجملة إيه؟ اسمية. عشان كده قالوا فيها بالإعمال. صح كده؟ يعني اسمع.
طب وليه قالوا انها مهمله؟ حملا على اخواتها، يعني بتجامل اخواتها، يعني هي الوحيده التي اذا دخلت عليها ماء يجوز الاعمال ويجوز الايه؟ ايوه. طب ليه قالوا اعجاز اعمالها؟ ليه اعجاز اعمالها؟ لانه قالوا لانهم اي العرب ابقوا لها الاختصاص بالجمله الاسميه. يعني دايما مش احنا عندنا انها ترفع الجمله الاسميه، ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر. هذه حتى دخول ما عليها برضه لا تدخل على الفعل. معناها ادي جواز الاعمال. طيب واما الاهمال فالحمل على اخواتها. الحمل على ايه؟ يعني بتجامل اخواتها. اتفضل يا سيدي. السبب كلام العرب. السبب كلام العرب. يعني ورد في كلامهم الاعمال والاهمال. يعني الشاعر لم يقل ايه؟ ألا ليت ما الشباب يعود، ألا ليت ما الشباب يعود. ده يقول كده وكده عاد. فطالما اتكلم ده معناه يقول لك ده جائز. ده ايه؟ يعني إن لما تدخل عليها المال تكف عن العمل. إن بس في الحالة دي يجوز إنها تدخل على جملة اسمية أو جملة فعلية. أيوه طبعًا. صح؟ لكن ليت لما تدخل عليها الماء برضه تدخل على جملة اسمية. قصدي فعلية. السبب إن هي لازم أي يعني قلنا إن ليت حتى إذا هملت مختصة بالدخول على الجملة الاسمية. بعكس إن إذا دخلت عليها ماء الكافة يعني جعلتها صالحة للدخول على الفعل. جعلتها صالحة لأنها تدخل على الجملة الاسمية برضه. زي إنما الله لا نواح وإنما سيكون الموت. أصبح كده؟ طيب. يلا يا ابني. ثم قلت شوف يا استاذ، يا استاذ ايه ويخفف ذو النون من ذو النون اللي هو سيدنا يونس صاحب الحوت. ذو هنا بمعنى صاحب. عندك ان دي صاحبه النون اهي. ان لكن بعكس لعل وليت ليس فيها نون. فبيقول لك يعني صواحبات النون تخفف النون. يعني ان تقول ان. سمع يا بنتي؟ طب وان تقول ان ولكن تقول لكن. اظن واضح كده؟ فاذا خففت ان الشيخ ابن مالك يقول كده وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل. فاهم حاجه؟ يا بنت ردي. نص نص. طيب صلى على الحبيب. ادي ان اهي. ان زيدا قائم. هخففها اقول ان اهي مخففه. لما خففها جاز اعمالها قل ان زيدا قائم. ان زيدا قائم وقل ان زيد لقائم. ان زيد بالاهمال يعني. لكن ساعه ما اعملها لازم اجيب اللام في الخبر. دي بيسموها اللام الفارقه بين ان المخففه وان النافيه. يعني عفوا. لا عفوا لو قلت ان زيد قائم بدون لام يعني ما زيد قائم. تبع اخوات ليس هي. ها؟ تبع اخوات ليس؟ اللي هي بتاعت ملح الجزيره والكلام ده ولا الحاجات الثانيه؟ لا 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 الثانيه هنصب. الثانيه هنصب فيها. لا الثانيه هنصب اقول ان زيد قائما زي ما هذا بشرا. الثانيه تعمل عمل ليس يعني. احنا بنتكلم عن ان دي. ان اللي عكس كان. لكن ما النافيه دي الحجازيه تعمل عمل لا كان اللي هي ليس. صح ولا لا؟ يبقى ان زيد قائم. لا اقول ان زيد قائم بدون اللام اصبحت نافيه. بدون بمثابه ما هي اللي عمل لها يعني؟ ملهاش عمل. ملهاش عمل يعني. وان زيد قا ان زيدا دن قائم تبقى عمل. وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل. يعني اذا خففتها عملها قليل بس ساعتها لازم تجيب اللام. وعرفونا في كتب النحو يا بنية قالوا طب ازاي تعرف ان اللي هي مخففه من الثقيله؟ قال في الغالب يليها جمله فعليه فعلها ناسخ. وان كانت لكبيره وان ظنك وان كادوا ليزلقونك. شوف وان كان وان كانت هذه كان اهي
وإن يكادوا كاده وإن نظنك دي اسمها أفعال الناسخة كان وأخواتها ظن وأخواتها كاد وأخواتها يعني الأفعال الناسخة كام هم دول هم. يبقى عشان تعرفيها إزاي إيه العلامة اللي تميز أن دي مخففة من الثقيلة مش نافية يليها ها فعل ناسخ نادر لو جاء بعدها فعل غير ناسخ ولذلك يعني زوجة سيدنا الزبير بن العوام عندما قتل يعني قالت شلت يمينك تدعو على القاتل يعني إن قتلت لمسلما إن قتلت لمسلما يبقى قتلت مش فعل ناسخ هذا قليل يعني قليل أظن واضحة اسمع كده ويخفف ذنبه فتلغى لكن وجوبا وكأن قليلا ماشي يا بنتي ماشي ولا مش ماشي حاضر أنا هاجي لكم معايا يا بنتي لكن تلغى وجوبا عارفة زي ايه لكن الراسخون مش لكن يبقى لكن ده تقولي حرف صداق مهمل قولوا خمس زي بس تعمل وتكمل ليش أب شاي اقعد يا بنتي اقعد ركز معايا يا سيدي خليني اقول لك كلمتين فتلغى لكن وجوبا مش عندنا لكن تقول لكن فتلغى وجوبا ما فيش هنا قله وكثره فاهمه اسمع لكن الراسخون في العلم يبقى لكن حرف استدراك مهمل لا عمل له بدليل انه جاء بعدها مبتدا مرفوع الراسخون لا إله إلا الله السماع لغة برضو كده؟ السماع مش احنا بنتعلم اللغة من العرب طيب العرب أهملوها لما تخفف أهملوها يعني أهملوها لا عمل لها شوف لكن الراسخون ما قالش الراسخين لو شددتي شوف أو شوف اسمع وما رميت إذ رميت ولكن الله ها أهي لفظ الجر منصوب على التعظيم لما تخفف ملهاش عمل وما طالما ملهاش عمل يليها جملة اسمية وجملة فعلية وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صح ولا لا تليها جملة اسمية وجملة إيه فهو بيقول لك أهو لكن عندما تخفف تلغى وجوبا خلاص قول يا سيدنا عايز تعرف إيه ما احنا لسه هو على كل حال هو جاي لسه جاي الكلام ده تفصيلي بس خلينا اقول دلوقتي بالنسبه ل خلاص يا بنتي وكأن قليلا ها طبعا ده كلام اللي بيسموه المتن يا استاذه ده المتن انت معايا ولا إيه هو جاي في الشرح قال واقول عشان ما نكررش الكلام واقول يجوز في ان وان ولكن وكأن ان تخفف استثقالا لتضعيف ما كثر استعماله وتخفيفه بحذف النونيه المحركه لانها اخر فاهم حاجه؟ يعني بص يا استاذ كده ان تقول ان 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 لكن لكن كان كان طيب ايه عله التخفيف؟ استثقالا لتضعيف فيما كثر ايه؟ يعني دايما لما تستعملي اسم كثير او اي كلمه كثير تخففيها يعني لو بنتك اسمها اسماء تقولي اسماء تحذف الهمزه عشان بتستعملها ايه؟ اصلا زي ايه؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم مش القلب بتاعتها حذفت؟ طب لم تحذف اقرا باسم ربك موجوده يبقى هنا حذف لكسر استعمال هنا لم تحذف لكسر اظن واضحه؟ طيب يلا ها ثم ان كان الحرف الاخير المخفف ان المكسوره جاز الاعمال والاهمال اللي انا قلته يا بنتي جاز يا بنت ها؟ والاكثر الاهمال زي ما قلت لك الشيخ بن باز قال وخففت انها فقل الايه؟ اي ادي الجو نحو ان كل نفس لما عليها ايه؟ لا لما ان كل نفس لما ايه؟ ايوه
بص يا بنتي، ان كل نفس لما ان اصلها ان بس خففت فاهملت، ان كل بقت مبتدا نفس لما، لما ادي اللام اللي قلت لك لازم تيجي في يعني الذي عليها حافظ. خلاص طيب، ومن شدد فان نافيه ولما بمعنى الا، الا الايه؟ ان كل نفس لما عليها حافظ، اصبحت ان حرف نفي بمعنى ما، ما كل نفس الا عليها حافظ. اقول ثاني؟ بص طيب اسمعينا، ان كل نفس ها ادي قراءه لما، دي مخففه من الثقيل اصلها ان فخفف خففت، وادي اللام اللي هي الداخله عشان نفرق بين ان النافيه وان المخفف، زي دي زي دي فاكره دي، ان زيد لقائم هي نفسه، يبقى ادي ده مبتدا ده مضاف اليه، ده اللام اللي داخله على الخبر، وما بمعنى الذي يعني ان كل نفس للذي عليها حافظ. طيب لما تقول ان كل نفس لما بالتشديد اصبحت دي نافيه بمعنى ما، ودي بمعنى الا، لان عندنا لما تستعمل بمعنى الا، لما سيدنا عمر قال لاحد نشدتك الله لما فعلت كذا، يعني الا فعلت كذا، من معاني لما تيجي بمعنى ايه؟ يبقى ده اسلوب حصر، يعني ما كل نفس الا عليها حافظ. بتركز معايا؟ انا مركزه بس يعني دلوقتي ثواني، هي اول مره ايوه يا بنتي، ما في كل في القراءه دي ودي مخفف ان القراءة كله مخففين. اللي انا قرأ القراءتين دلوقتي دول بس ان كله ها نفس لما بالتخفيف. دي مخففه من الثقيل اصلها ان ايوه فخففت فاهملت كثيرا اصبح ده مبتدا ماشي. اصبح ده ايه؟ ده مضاف اليه. اللام دي اللي فارقه اللي هي بتعرفك ان دي مخففه، وما دي اسم مصدر بمعنى الذي، يعني ان كل نفس للذي عليها حافظ. لما شدد لما اصبحت دي نافيه، ودي بمعنى الا، يعني اوعى تقولي لي لام وما، ده هي لما كلها بمعنى الا، بمعنى ايه؟ الا، لان ان دي لو كانت نافيه ما تجيش بعدها اللام، فاصبحت لما كلها بمعنى ايه؟ الا، يعني ان كل نفس الا عليها حافظ، يعني ما كل نفس الا عليها حافظ، أصبح ده أسلوب حصر. ماشي يا بيتي؟ يلا ها. طيب بص كده، ومن إعمال المخفف قراءة بعض السبعة، اسمع يا بنتي. وإن كلاً، وإن كلاً يعني خففه وأعملها. أصلها وإن كلاً. ما تركز معايا. إن كلا، قال إن كلا، فرغم إن مخففة أعملها، ده بس ده قليل يعني يقل، بس هو استعملها طبعا. طيب ولما بقى ساعتها تبقى إيه؟ نعم هتقول إيه؟ ولما ساعتها تبقى إيه؟ على التشديد ولا على الفتح؟ هي ومن إعمال المخفف قراءة بعض السبعة، بعض السبعة اللي هي إيه؟ وإن كلا، هي احنا في قراءة وإن كلا مش كده؟ لا، ولأن كل لما لما يوفانا؟ لا أنا فاكرها هي جت مرتين بالتشديد ومرتين بالتخفيف، ولما جت برضه بالتشديد وبالتخفيف. طيب أنا أربعة قراءات؟ طيب هراجعهم لك إن شاء الله أربع قراءات، حاضر. بس هو الشيخ هنا ذكر من إعمال مخفف بس قراءة السبعة دي وإن كلا. خلاص؟ طبعا هيجي بعد كده تخفيف، تخفيف أن، تخفيف أن دي فيها إيه؟ كلام كثير، يعني هذا قول أو هذا يعني كلام شرحه يطول، وأنا الآن مشغول، لأنه أنا بس علشان في إيه؟ فيها كلام كثير. أن عندما تخفف، لأن اسمها، اسمعي يا بنتي، اسمها لابد أن يكون تجتمع فيه شروط، لأن يكون ضمير الشأن ومحذوف. خلاص؟ والخبر لازم يكون جملة،
وجمله فعليه، احيانا تكون دعائيه وحيكون فعل ماضي جامد، واحيانا يكون فعل ماضي متصرف، يعني فيها كلام كثير. تفضل. لان لازم يدخل على خبر لا، لازم او ان زيد لقائم. ايوه شوف البيت ده لو حفظتيه تريح الموضوع يا سلام. وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل. خففت ان فقل العمل يعني تقول ان زيدا ناجح. لا تقول فارقة. أي بين مخفض. خلاص يا أستاذ. يعني هنا لما على الآية دي كانت لما هي كانت إن كان عاملها لما على طول، ومرة ثانية عاملها لما لأنها تكون في الحالة، يعني أصله لما أهملت دخلنا اللام عليها. أيوه. في الحالة الثانية عمل اعتبر لما دي كلها إلا. الله يفتح عليك. بصي هذه إن اعتبرها ما ولما بالتشديد اعتبرها الا. اصل الايه معناها ايه؟ ما كل نفس الا عليها حافظ. خلاص فهمتيها؟ والله اعلم واعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.